ماما وبابا طلعين نزهة في الصحراء في العطلة اللي جاية، وأنا طبعاً رايح معاهم. أنا بقى هبعت رسالة لخوخة علشان تيجي معانا. هبعت لخوخة رسالة. فين التليفون؟ أهو التليفون أهو. هاي خوخة، Are you free on the weekend؟ هل أنت متفرغة في عطلة نهاية الأسبوع؟ هعمل لها بقى إيموشن وش مبسوط. إيه ده؟ رسالة من شريف؟ هاي خوخة، Are you free on the weekend؟ وش مبسوط؟ طيب يا شريف أنا هرد عليك. I'm good. أنا جيدة. Thanks. شكرا يا شريف أنت بتسأل عليا. Sure. بالتأكيد أنا فاضية. What should we do? هنعمل إيه يا شريف؟ My mom and dad. ماما وبابا want to do a desert hike. عاوزين يقوموا بنزهة في الصحراء. Do you want to come? هل تريد المجيء؟ أعمل لها بقى إيموشن حاجة تعبر عن الصحراء. إيموشن إيه؟ إيموشن إيموشن نبات الصبار. كاكتس. هعمل لها إيموشن كاكتس نبات الصبار. الله الله، نزهة في الصحراء؟ Yes, that sounds like fun. هذا يبدو ممتعا. That sounds like fun. That sounds like fun. هذا يبدو ممتعا. هي خوخة هتيجي. Great. عظيم. Should we pick you up? ممكن بقى نعدي ناخدك. We don't want to go when it's too hot. احنا مش عاوزين نروح يا خوخة لما يبقى الجو حر جدا. We don't want to go when it's too hot. يعدي عليا ياخدني. الافضل انا اروح له البيت. لا انا مش عاوزة اتعبهم. How about me coming to your house? How about me coming to your house? ماذا عن مجيئي انا لبيتكم؟ والله يا خوخة يبقى وفرتي علينا. Good idea. فكرة جيدة. Good idea. طبعا انا مش هروح فاضية. هكتب له بقى اجيب ايه معايا. What should I bring؟ ماذا يجب ان احضر؟ تجيب ايه؟ تجيب ايه معاها؟ تجيب ايه معاها؟ تمام. Hiking shoes، حذاء التنزه. Water، ومية. And a sweater، وكمان تجيب سترة. اعمل لها بقى ايموشن ان الجو هيكون برد وممكن يكون فيه مطر. اعمل لها ايموشن مية مطر. تمام اجيب الهايكنج شوز والواتر والسويتر. تمام هكتب له بقى اوكي. تمام خلاص اتفقنا ورتبنا كل حاجة. Great. Let's meet on Friday at 4 p.m. الله الله، هنتقابل يوم الجمعة الساعة 4 مساء. انا مبسوطة. انا مبسوطة. هكتب له بقى can't wait. لا استطيع الانتظار. هعمله علامة تعجب علشان الكلام طالع من قلبي جدا. can't wait. can't wait. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال سنة 5، أهلا بيكو. يلا نخلص يونيت 11، الوحدة 11. هناخد النهاردة lessons 5 and 6، والدرس ده عبارة عن text message، رسالة نصية، أو text messages بقى رسائل نصية اللي كانت بين شريف وبين خوخة. فالنهاردة هنتكلم في الموضوع ده. بس انت بطل، كبر صورة على الجودة، معاك قلمك وكراستك علشان تكتب ورايا كل الكلمات والنقاط المهمة اللي أنا هقولها. ركز معايا. لو دي اول مره تشوفني فانا يعني هكون مبسوط جدا لو انت اشتركت في القناه، لو لقيت جرس التنبيهات متاح انك تفعل الجرس، فيا ريت انك تفعل الجرس علشان يوصلك بعد كده اشعار بكل جديد انا بقدمه ليك. يلا يا بطل نبدا فيديو النهارده. طبعا احنا كالعاده هنبدا بكلمات مهمه زي الصبار، اوكي، اللي هو النبات الصحراوي ده. اسمه ايه بالانجليزي بقى الصبار؟ اسمه كاكتس. كاكتس كاكتس كاكتس. خلاص نبات الصبار كاكتس. كاكتس كاكتس اللي هو سي اي سي تي يو اس. كاكتس 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 كاكتس. تمام نبات الصبار كاكتس. كاكتس كاكتس. طيب شجرة النخيل اسمها بوم تري. بوم تري بوم تري. بوم بي اي ال ام تري تي ار اي اي. بوم تري بوم تري بوم تري. palm tree palm tree. كده خدنا كلمتين. حبيب قلبي اكيد كتب كاكتس نبات الصبار، اوعى تكون نسيتها. كاكتس نبات الصبار وpalm tree شجره النخيل. palm tree palm tree. حلزون الصحراء اللي بيبقى في الصحراء وكله حاجات تبع الصحراء بقى. حلزون الصحراء اسمه desert snail. انت عارف desert وعارف snail بس حطهم جنب بعض. desert اللي هي d e s e r t
desert, desert, snail, desert snail, S N A I L, desert snail, حلزون الصحراء, desert snail, desert snail, desert snail, desert snail, حلزون الصحراء. وحيوان اليربوع اللي احنا خدناه في قصة الجمل جابي, حيوان اليربوع اسمه جربوع, 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 J E R B O A, جربوع, 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 حيوان اليربوع جربوع. في نبات في الصحراء أو شجرة في الصحراء اسمها الطرفاء, ودي بتكون نحيلة الأغصان, أغصانها نحيلة خالص. طيب هي اسمها إيه بالإنجليش؟ اسمها تامريسك, تامريسك, تامريسك بلانت, يعني نبات الطرفاء, تامريسك, تامريسك, T A M A R I S K, تمام. وي بلانت النبات P L A N T, تامريسك بلانت, تامريسك بلانت, تامريسك بلانت, تامريسك بلانت, نبات الطرفاء, نبات في الصحراء, تامريسك بلانت. طيب قبل ما نمسح راجع معايا بطل, كاكتس, كاكتس, نبات الصبار, بوم تري, النخيل او شجرة النخيل, بوم تري, بوم تري, وي ديزرت سنيل, حلزون الصحراء, ديزرت سنيل, ديزرت سنيل, جربوا, حيوان اليربوع, جربوا, جربوا, وي تامريسك بلانت, نبات الطرفاء, تامريسك بلانت, تامريسك بلانت. كلمة ويكند اللي هي العطلة الأسبوعية, عطلة نهاية الأسبوع, اسمها ويكند, 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 W E E K E N D, ويكند, ويكند, ويكند. طيب أنا لو قلت on the weekend, on the weekend يعني في عطلة نهاية الأسبوع, on the weekend, زي شريف قال لخوخة are you free, هو أنت فاضية, on the weekend, okay, هو أنت متفرغة, on the weekend, يبقى weekend, weekend, عطلة نهاية الأسبوع. السترة اسمها sweater, 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 السترة sweater, S W E A T E R, sweater, 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 مخفوق بالحليب, يعني حاجة معمولة بلبن, زي مثلا شوكولاتة بلبن, موز بلبن, تمام. فالحاجة اللي بلبن دي بنقول الحاجة, وبعد كده milk shake, milk shake, milk shake, يعني مخفوق بالحليب, يعني مثلا chocolate milk shake, شوكولاتة بلبن, banana milk shake, موز بلبن, خلاص, milk shake, milk shake, milk shake, milk shake, milk shake, مخفوق بالحليب, milk shake, milk shake, milk shake, milk لبن طبعا, milk بس, milk shake, مخفوق بالحليب. متفرغ, free, فاضي, free, مش وراي حاجة, free, 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 are you free on the weekend, are you free on the weekend, هل أنت متفرغ في الويكند, free, free, متفرغ, free, فاضي, free, free, free. والمحادثة اسمها conversation, conversation, conversation. اللي حصل دلوقتي كان conversation بين شريف وبين خوخة, كان في محادثة, conversation, conversation, C-O-N-V-E-R-S-A-T-I-O-N, تعال نمشي معاها, C-O-N, con, V-E-R, ver, S-A, say, والT-I-O-N, shen, conversation, 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 المحادثة, conversation. يلا يلا نراجع, weekend, عطلة نهاية الأسبوع, ولما أقول on the weekend يعني في عطلة نهاية الأسبوع. sweater, سترة, milkshake, مخفوق بلبن, زي chocolate milkshake, free, متفرغ, أنا مش فاهم حاجة, free, I'm free, conversation, محادثة. طبعا كلمة صحراء يعني desert, 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 D E S E R T, desert, 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 desert. وعظيم, great, انت موافق على حاجة, great, عظيم, انت تمام قوي قوي, قول I'm great, great, G R E A T, great, great, great. اما رائع او مدهش, awesome, 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 احنا خدناها كتير قوي, awesome دي, okay, awesome, 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 موافق على حاجة, awesome. الرموز التعبيرية اللي كانوا استخدموها في المحادثة, كان شريف يبعت مثلا شكل صبار, شكل مية, شكل وش مبسوط, فالرموز التعبيرية دي اسمها emojis, 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 E-M-O-J-I-S, emojis, 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 okay, emojis. قيمة, value, قيمة, value, قيمة أو مكانة, value, value, V-A-L-U-E, value, value, value. فاكر قصة
The tree and the travelers, الشجرة والرحالة اللي كانوا قعدوا تحت الشجرة وبعد كده قالوا it's useless tree, it's a useless tree, إنها شجرة عديمة الفائدة. They don't give a value, ما دوش قيمة to the tree, للشجرة. Okay, ف value يعني قيمة أو مكانة. value راجع يا بطل. Desert, صحراء. Great, عظيم. Awesome, رائع. Emojis, الوجوه التعبيرية. وvalue, قيمة. التعبيرات اللي عندنا, طبعا ما عندناش أفعال, هو تعبيرات وبس. التعبيرات اللي عندنا في عطلة نهاية الأسبوع اسمها on the weekend, زي ما اتفقنا on the weekend. Are you free on the weekend؟ تدعو واحد كده, are you free, هو أنت متفرغ on the weekend. ف on the weekend يعني في عطلة نهاية الأسبوع. On the weekend, on the weekend. والله لو جات لك اختيارات بقى بختار معاها ايه يا بطل. on, on the weekend, on the weekend. طيب انت موافق على حاجة زي ما اخوك وافقت, فتقول that sounds like fun, that sounds like fun, that sounds like fun, that sounds like fun. قول كده that sounds like fun. طيب انت موافق من قلبك, اعمل علامة تعجب, exclamation mark, علامة تعجب, كلام طالع من اعماق الاعماق. That sounds like fun, that sounds like fun, that sounds like fun, that sounds like fun. طيب عاوز تقول في المقهى الجانبي, okay, اللي على الناصية. At the corner cafe, at the corner cafe, at the corner cafe, يعني في المقهى الجانبي. At the corner cafe, at the corner cafe, at the corner cafe, at the corner cafe, at the corner cafe. فكرة عظيمة, انت ممكن تقول great idea وممكن تقول good idea برضو. Good idea, good idea, okay, good idea اللي هي الفكرة, idea, good idea. وعلامة تعجب بقى عشان طالعة من قلبي, ماشي, good idea, فكرة جيدة, موافق على حاجة فبقول good idea, good idea. ممكن اقول great idea, ممكن يا سيدي تقول great idea, good idea, good idea. طيب اراك لاحقا, خلاص انا خلصت محادثة مع واحد او خلصت ايميل, فاقول له see you later, see you later, see you later. تمام, see you later, see you later, وطلع من قلبي قوي اعمل علامة تعجب. See you later, see you later, see you later, see you later, see you later. Okay, see you later, see you later. أراك لاحقا, see you later. يصطحب شخص بالسيارة, يعني يعدي عليه ياخده, فبتقولها كده pick, ونقول الشخص ده وبعد كده up. تمام, pick خوخة up, يعني ايه pick خوخة up؟ يعني يعدي على خوخة وياخدها بالعربية. pick خوخة up, pick you up. تمام, pick you up, pick you up, يعني نعدي عليك وناخدك بالعربية. فكان موجود في المحادثة should we pick you up, should we, okay, should we, هل ينبغي pick you up, ان احنا نعدي ناخدك. should we pick you up, should we pick you up, pick up. واقول بين pick up الشخص اللي انا هوصله, pick up, pick up, pick up, pick خوخة up, يعدي على خوخة وياخدها بالعربية, pick up, وفي النص الشخص. نراجع الاكسبريشنز علشان ندخل في المحادثة. On the weekend, في عطلة نهاية الأسبوع. That sounds like fun, هذا يبدو ممتعا. At the corner cafe, في المقهى الجانبي. Good idea, فكرة جيدة. See you later, أراك لاحقا, see you later. We pick شخص up, يعني يعدي عليه وياخده بالسيارة أو يوصل شخصا بالسيارة, pick up. قبل ما نقرأ الدرس, في حبيب قلبي بعض الحاجات كده أنا عاوزك تعرفها. لما تيجي تقترح فأنت بتقول let's, هيا بنا, let's. تمام, بتقول let's, هيا بنا, okay, let's, let's, let's. دي بيجي بعدها فعل في المصدر بدون إضافات, يعني let's go, هيا بنا نذهب. فهي ما اسمهاش let's goes, وما اسمهاش let's going, وما اسمهاش let's went,
خلاص هي اسمها let's go, let's go, let's try, let's play, let's eat. انت بتجيب بعد let's فعل في المصدر. برضو انا عاوزك تعرف should اللي هي يجب ان. should برضو بيجي بعدها فعل في المصدر من فريق المصدر برضو should. okay, should we pick, مش picks ولا picked ولا picking. should we pick you up, okay, should we pick you up. او مثلا you should wear a sweater, you should wear, wear يرتدي فعل في المصدر. you should wear فعل في المصدر. okay, wear, you should wear a sweater, you should wear a sweater. يبقى احنا هنجيب بعد should فعل في المصدر, هنجيب بعد let's هيا بنا فعل في المصدر. اوكي, برضو بقى انا عاوزك تعرف ان, تعالى ناخد خط كده لان الكلام هيختلف. how about, what about برضو بستخدمهم في الاقتراح, معناهم ماذا عن, ما رأيك في. how about ممكن بدل how تقول what. تمام, how about او what about دول بقى تجيب بعدهم مصدر مضاف له ing. تمام, مصدر مضاف له ing, يعني بتقول how about playing, بتقول how about playing, how about going, how about doing, how about eating. ما تجيبش مصدر how about, what about, تجيب بعدهم فعل مضاف له ing. how about, okay, what about, how about going, ماذا عن الذهاب, how about going to the club tomorrow, how about, بص بص بص, how about, مثلا مش عجباني how, انا عاوز اقول what. صح, how about, ماذا عن going, الذهاب, how about going, ما اقولش go, how about, what about, بعدهم فعل مضاف له ing, how about, what about, بعدهم فعل مضاف له ing, ما تنساش. how about going to the club, ماذا عن الذهاب الى النادي, how about going to the club tomorrow, بكرة. how about going to the club tomorrow, how about going to the club tomorrow, ماذا عن الذهاب للنادي بكرة. يبقى let's بعدها فعل في المصدر, should بعدها فعل في المصدر, how about, what about بعدهم فعل مضاف له ing. اوكي, ing, فما تنساش بس المعلومه دي. اقول لك كده كام نصيحه بقى على كام عباره تستخدمها لما تيجي تكتب تكست مسج, رساله نصيه. زي مثلا are you free on the weekend, are you free, هل انت متفرغ on the weekend. اوكي, هو انت فاضي العطله الجايه, ده يعني تشوف كده في خطط ليك ولا انت خلاص ما عندكش خطط للعطله وقاعد متفرغ. are you free on the weekend, are you free, هل انت متفرغ, وزي ما اتفقنا on the weekend, are you free on the weekend, علامة استفهام, هل انت متفرغ في العطلة القادمة. فهو مثلا لو فرضا طلب منك انك تكتب تكست مسج ورسالة نصية لحد بترتب معاه في الويكند اللي جاية, قوله الجملة دي, ابدأ لازم الجملة دي تتقال are you free on the weekend, are you free, هل انت متفرغ on the weekend. طيب انا واحد اقترح عليا نطلع مثلا do a hike مثلا, نقوم بالتنزه, فانا موافق. فبص بقى عبارات الموافقة في عندك that sounds like fun, that sounds like fun, that sounds like fun, ممكن علامات تعجب بقى كله لان انا موافق من قلبي يعني, فانا موافق بشدة that sounds like fun. ممكن كمان من عبارات الموافقة that sounds great, that sounds, هو كلمة sounds يبدو, that sounds, هذا يبدو great, عظيم, هذا يبدو رائع, وعلامة التعجب لأن الموافقة من قلبي that sounds like fun, that sounds great. في عبارات تانية للموافقة, في ممكن تقول cool, رائع, وعلامة التعجب بتاعة القلب دي cool, رائع, cool, رائع. ممكن تقول awesome, برضو رائع, awesome. طبعا ممكن تقول good idea, great idea, عبارات كتير جدا تعبر بيها انك موافق. فعندك that sounds like fun, okay, هذا يبدو ممتعا, that sounds great, هذا يبدو رائعا او يبدو عظيما, cool, رائع, awesome, رائع. كل دي عبارات اعبر بيها عن الموافقة, فبعمل بعدها علامة تعجب
يبقى Are you free in the weekend؟ هل أنت متفرغ في العطلة القادمة؟ Are you free in the weekend؟ والموافقة مثلا لو أنا موافق على حاجة That sounds like fun. برضو عايز تعبر عن الاقتراح، فعندك How about what about اللي قلنا بيجي بعدها فعل مضاف له ING. How about meeting up؟ ما رأيك أن نتقابل؟ How about؟ طب أنا عاوز أقول What about؟ صح How about، بس خلي بالك احنا هنقول meeting not meet، لا meet لا، نضيف ing. how about meeting up؟ okay. ما رأيك في ان نتقابل؟ ممكن بدل how تقول what. what about meeting up؟ what about meeting up؟ how about meeting up؟ ممكن تعبر عن الاقتراح بlet's، بس let's اتفقنا بيجي بعدها فعل في المصدر، فتقول لي let's meet، هيا نتقابل. let's meet، نتقابل مثلا الساعة 3. let's meet at 3. let's meet at 3. let's meet at 3. okay. let's meet at 3. يبقى عايز تعبر عن الاقتراح ب how about او what about، تمام، بس هات بعدهم فعل مضاف له ing. عاوز تعبر عن الاقتراح ب let's، تمام، بس هات بعدها فعل في المصدر او فعل بدون اي اضافات. اخر حاجة، بص، use emojis، استخدم الايموجيز to make the conversation fun، علشان تعمل المحادثة مرحة. لما الكلام كلام 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 كلام، لا بص، الأجمل علشان أخليها مرحة كده وحاجة جميلة، فبتستخدم فيها الإيموجيز، زي مثلا شكل الصبار، الكاكتس، الوش المبسوط، المية اللي نازلة. فالإيموجيز دي بتبرز الفكرة، تمام. لما حطينا الشكل بتاع الصبار يعني بينا قوي ان احنا بنتكلم على صحراء، تمام، علشان لو خوخه مش واخده بالها ولا حاجه، خوخه صحراء في صبار يا خوخه، اوكي. فبنعمل الايموجيز بتبين الفكره وبتخلي الكونفرسيشن فن، بتخلي الكونفرسيشن ممتعه. تعالى نقرا المحادثه تاني. بص يا سيدي، شريف قال هاي خوخه، وانت عندك ملك بس احنا هنمشيها خوخه. Are you free on the weekend؟ هل أنت متفرغة في عطلة نهاية الأسبوع؟ وعمل الإيموجيز بقى، الوش المبسوط، ويكند بقى وطلعة وكده. فهي بقى قالت I'm good، أنا جيدة، أنا تمام. Thanks، شكرا. Sure، أكيد متفرغة. What should we do؟ هنعمل إيه؟ What should we do؟ خلي بالك should do، ما فيش should does ولا should did، لا should بعدها مصدر. فهو قال لها My mom and dad، ماما وبابا، want to do a desert hike. do a desert hike يعني يقوم بنزهة في الصحراء، اسمها do a desert hike. do a desert hike. do do a desert hike، يقوم بنزهة في الصحراء. do you want to come؟ هل تريد المجيء؟ do you want to come؟ وشكل نبات الصبار بقى، يا صحراء يا خوخة. فقالت yes، وقالت that sounds like fun، هذا يبدو ممتعا، اللي بستخدمها لما اجي اوافق وعبر عن الموافقه that sounds like fun. فهو قال great، عظيم، موافقه. should we pick you up؟ should we pick you up؟ هل يمكننا ان ناخذك معنا، نعدي ناخذك؟ we don't want to go when it's too hot، احنا مش عاوزين نروح في الحر قوي، تمام. we don't want to go when it's too hot. فهي قالت طيب how about coming او how about me coming. coming coming فعل مضاف له ing. how about me coming to your house، ماذا عن مجيئي انا لبيتكو؟ فقال لها good idea، فكرة جيدة، good idea، وعلمت التعجب، good idea. بعد كده قالت what should I bring، should بعدها مصدر، bring فعل بدون اضافات. what should I bring، ماذا يجب ان احضر، what should I bring. قال لها hiking shoes، حذاء التنزه، water، ومية عشان نشرب احنا في صحراء، and a sweater، وسترة، لأن الصحراء برضو ممكن بالليل بتكون برد. sweater sweater sweater، وعمل شكل المية أو البرد. فقالت okay، حسنا. قال لها great، عظيم، تمام، كل حاجة اتفقنا عليها. let's meet. let's meet. let's meet. let's بعدها مصدر. let's meet on Friday، علشان هي ويك اند بقى، فنتقابل الجمعة. let's meet on Friday، خلي بالك الأيام بتاخد on. let's meet on Friday، الأيام بتاخد حرف الجر on. let's meet on Friday، يلا نتقابل يوم الجمعة، والساعات بتاخد at، فهنقول at 4 p.m. الرابعة مساء، تكون بقى الايه الحر راح. at 4 p.m.
وعلامة استفهام لأن ده زي سؤال بيسألها رأيك إيه يعني. فقالت له can't wait، أنا لا أستطيع أن أنتظر، مش قادر أصبر. can't wait can't wait can't wait. حبيبي إحنا خلصنا، حبيب قلبي تعالى نحل حاجة صغيرة قوي على الكلام ده ونقول خلاص جود باي. طيب بالنسبة بقى لجزء الحل، هو هنا بيقول لي طيب how about، ماذا عن، احنا اتفقنا ان بيجي بعدها فعل مضاف له ing، فgo المفروض نخليها going. هو طلب مني هنا complete the set phrases to use for text messages، يعني اكمل العبارات دي علشان نستخدمها بعد كده في رسالة نصية. how about going، ماذا عن الذهاب، how about بعدها فعل مضاف له ing. طيب let's watching نخليها watch، ليه؟ لان let's بيجي بعدها فعل في المصدر. let's watch، let's watch a match tomorrow، يلا نتفرج على ماتش بكرة. طيب في حاجة اسمها where about meeting up، لا هي مش where، يا how يا what، الاثنين صح. how about أو what about، يبقى how واللي يكتب what صح، اللي يكتب what صح. how about meeting up أو what about meeting up. طيب أنا عندي بعد كده listening استماع، فتعالى كده نشوف نص الاستماع بتاع unit 11 الوحدة 11 lessons 5 and 6 الدروس الخامس والسادس. I'm Sally. I'm going to do a desert hike with my mom and dad. ماشي يا سالي. I asked my friend Rana، وسألت أو طلبت من صديقتي Rana to come with us. Rana likes the desert، ورانا بتحب الصحراء. We will pick her up، احنا بقى نعدي نوصلها. Okay. At 6 الساعة 6. We want to bring hiking shoes، خلي بالك احنا عاوزين نجيب معنا hiking shoes، water and sweaters. Okay, Sally is going to do a desert hike. Oh, true. طيب Sally is going to hike alone. Alone يعني لوحدها؟ لا، لا. False. Rana doesn't like the desert. Rana ما بتحبش الصحراء. False. غلط. طيب they want to bring hiking shoes. عايزين يجيبوا معاهم hiking shoes. Oh, true. بالنسبة للماتشنج، let's meet. يلا نتقابل at. طبعا at مثلا at the club. يلا نتقابل في النادي. Let's meet at the club. يلا نتقابل في النادي. How about بعدها فعل مضاف له ing، يبقى how about going to the park، ماذا عن الذهاب إلى البارك، الحديقة. Cactus نبات الصبار طبعا grows in the desert، ينمو في الصحراء. Cactus grows in the desert. جربوع اليربوع is a desert animal، حيوان من حيوانات الصحراء. What should I bring، حتى في علامة استفهام. What should I bring، ماذا يجب أن أحضر. What should I bring. الترتيب weekend free you on are the are you free، هل أنت متفرغ، الجملة دي مهمة. Are you free on the weekend، are you free on the weekend. About to how tonight the cinema going، طبعا how about بعدها فعل مضاف له ing، how about going، ماذا عن الذهاب. الذهاب to the cinema، إلى السينما. How about going to the cinema، ماذا عن الذهاب إلى السينما. Tonight، هذه الليلة. A desert they hike to do want، طيب they want يريدوا، they want to يريدوا أن. Do a desert hike، do a desert hike يقوم بتنزه في الصحراء. Should a sweater you and bring water، you should أنت يجب أن، should بعدها فعل في المصدر، you should bring، you should bring يجب أن تحضر. ممكن بقى تقول a sweater and water، وممكن تقول water and a sweater، ماشي الاثنين صح. You should bring a sweater and water، يجب أن تحضر سترة وماء. طيب الـ punctuation، what should we do before traveling، هنبدأ بالـ W الكابيتال بتاعتنا، و should we do before we traveling كله عادي خالص، بس في الآخر علامة استفهام، أنا بسأل question mark، ده سؤال what، ماذا. وي بس كده يا بطل، ده كانت التمارين بتاعت lessons 5 and 6. السيشن الجاي ان شاء الله هنحل تمارين يعني 11 الواحد 11، برضه يكون فيديو خفيف وصغير جدا جدا علشان بعد كده بقى نبدا في يعني 12 في الواحد 12. ثانك يو فور واتشينج، شكرا انك كملت الفيديو الاخر، ويا ريت بقى اللايك الجميله منك علشان تساعدنا ان احنا نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من الناس. سلام، جود باي.